بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية. لا زال المغاربة يحتلون المرتبة الأولى من حيث عدد العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي المسجلين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا إلى غاية دجنبر 2014. وحسب إحصائيات نشرتها وزارة الشغل والضمان الاجتماعي الإسبانية اليوم، فإن عدد المغاربة المسجلين في الضمان الاجتماعي إلى غاية مثلا الشهر الماضي بلغ 191,362 منخرطا. في موضوع آخر، أكد الممثل الخاص للمساعد لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي دافيد غريسلي اليوم بالرباط أن مساهمة المغرب أساسية في تحقيق الاستقرار بالبلاد. وقال غريسلي في تصريح صحفي عقب مباحثاتنا إن المغرب منخرط بشكل كبير ليس فقط في مالي بل في جميع أنحاء المنطقة على المستوى الاقتصادي كذلك. يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس اجتماعه حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأردن خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو المقبل تحت شعار بلورة سياق استراتيجي جديد. وذكر بيان للديوان الملكي الأردني أن المنتدى أعلن اليوم خلال أعمال مؤتمره السنوي في دافوس عن انعقاد اجتماعه حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت رعاية العاهل الأردني عبد الله الثاني في منطقة البحر الميت. اللحظة ننتقل مشاهدينا إلى مستجدات بورصة الدار البيضاء والتي أغلقت جلسة الأربعاء أو الخميس على إيقاع الانخفاض بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين مازي وماليكس، ولدان سجلا على التوالي من قيمتهما 0.84% و 0.80%. وبلغ مؤشر مازي وهو مؤشر شامل يضم كافة القيم من نوع الأسهم 10,233.84 نقطة، في حين بلغ الماليكس وهو مؤشر يتألف باستمرار من القيم المدرجة في البورصة 8,737 نقطة. وبهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.